لساكنة الرينكون ولساكنة المغرب التي رفضت وما زالت ترفض تطبيع النظام السياسي القائم بالمغرب مع الكيان الصهيوني. قد تتساءل بعض الأوجهنا ومن حقها أن تسأل ما علاقتنا بالقضية الفلسطينية عندما نرفع بأن قضية فلسطين هي قضية وطنية. لم نرفعها عادة ولكن حقا إنها قضية وطنية تتجلى أولا بأن العدو المشترك للشعوب العربية وشعوب شمال إفريقيا هو الكيان الصهيوني وأنظمته الرجعية. ثانيا هناك علاقة وطيدة بين المغرب وبين الشعب الفلسطيني في الشهداء الذين سقوا أرض فلسطين. هناك شهداء مغاربة استشهدوا في الأراضي الفلسطينية، شهداء أعطوا الغالي والنفيس، أيضا شهداء الحركة الطلابية وإطارها التنظيمي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. ونخص بالذكر هنا عريسة الشهداء زبيدة خليفة وعادل أجراوي وعبد الرزاق القادري، شهداء في رعاية شبابهم قدموا دماءهم وأرواحهم وأجسادهم للقضية الفلسطينية. هنا نحيي كل حر أبي كان مسلما أو مسيحيا أو يهوديا، قدم وأعطى مواقف جليلة وكبيرة للقضية الفلسطينية. وهناك يهود مغاربة انتزعت جنسيتهم فقط لأنهم قالوا لا للكيان الصهيوني. مشاكلنا وعدونا أيها الجماهير ساكنة مدينة الرينكون مع الكيان الصهيوني. الصهيونية هي إيديولوجية للإمبريالية العالمية. الصهيونية ليست عقيدة دينية، الصهيونية هي إيديولوجية يتبناها العربي ويتبناها الأمازيغي الخائن ويتبناها المسيحي كما يتبناها اليهودي. علينا أن نميز وأن نفرز أيتها الجماهير الشعبية. لن أطيل في نقاشي لأن الأستاذ والصديق حفيد استفاد بما فيه الكفاية، ولكن سوف أنعرج إلى التطبيع وما علاقتنا نحن كشعب مغربي. نقولها للنظام السياسي القائم بالمغرب بطبيعته اللا وطني اللا ديمقراطي اللا شعبي بأن تطبيعكم ذاك لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد. نحن لم نطبع ولن نطبع، فليتحمل المسؤولية لكل من تهاون ومن ركع للمخططات الصهيونية. فلسطين أمامنا، فلسطين أمامنا، والتطبيع ديانا، والتطبيع ديانا، فلسطين أمامنا، فلسطين أمامنا، والتطبيع ديانا، والتطبيع ديانا. هناك دروس يجب أن نستخلصها على المستوى المحلي، فإذا كانت أسطورة الجيش الصهيوني، أجهزة المخابرات الجيش الصهيوني أسقطتها رجمات وقاذفات المقاومة الفلسطينية، ونحن الداعمين للقضية الفلسطينية والمنبهرين كثيرا بالمقاومة الفلسطينية، لم نستطع أن نسقط شركة أمانديس. فهذا درس من بين الدروس أيتها ساكنة الرينكون يجب أن نعيه جيدا. ما أظهرته المقاومة الفلسطينية على المستوى السياسي فهي منتصرة على المستوى السياسي. على المستوى العسكري انتصرت المقاومة الفلسطينية رغم كيد صهاينة الداخل، ولكنها انتصرت وأسقطت بعبع أجهزة المخابرات. جماهير ساكنة
ساكنة الرينكون. أنا صراحة الطبيعة ديالي ضروري ننجز ما هو على المستوى الدولي أو العربي أو الإقليمي بما هو على المستوى المحلي. وكنتمناو ما وقع في غزة يكون عنده واحد الانعكاس إيجابي على المستوى المحلي لما نعيشه من تدهور اقتصادي وتدهور اجتماعي أيضا. ساكنة الرينكون وكما علمنا التاريخ لفلسطين هوية واحدة، ليست هناك هويتين، هناك هوية واحدة. واخترنا أن نكون نحن وأن نطرد الغزاة إلى ما وراء البحار. عاشت فلسطين حرة أبية، عاشت فلسطين حرة أبية. فليسقط التطبيع الهزيمة للقوانين، المجد للشهداء والحرية للأسرى. دمتم ودمنا لهذا العرس الميدالي. تحية عليا.